أراد الدنيا فعليه بالعلم، ومن أراد الآخرة فعليه بالعلم، ومن أرادهما معا فعليه بالعلم. نحن حقيقة يعني سعيدين أن نلقى المعلمين هم ذاتهم في تعلم، وعملية التعليم والتعلم عملية مستمرة، ولعلها يعني آخر مفاهيم تعريف التربية هي خلق الشخصية المتوازنة والمتكاملة. يعني آخر تعريف للتربية أو العملية التربوية ذاتها هي خلق الشخصية المتوازنة والمتكاملة، وبالإنجليزي بيسموها Integrated and Balanced Personality. ودي حقيقة هي قفزة في توازن الإنسان، وتجعله كيف يشبع كل النواحي فيه، النواحي الروحية والنواحي الأخلاقية والنواحي الجسمانية والعقلية، كل جوانب الشخصية دي لازم الأستاذ يملاها للطالب. وبالتالي التعليم الحسي غير النظري أكثر جاذبية، لأنه العين بتلتقط أضعاف 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 الكلام والنطق، وهي أسرع وترسخ في الذاكرة أكثر. ولذا كان التطبيق، يعني سيدة لو جبت ناس حقيقة دار تعلمنا الوضوء بالطريقة المعروفة ديك، فرائض الوضوء سنن الوضوء كذا، يمكن تأخذ أيام، لكن لو توضيت قدامهم كلهم حيتوضوا. بس لو جبت صحن وإبريق توضيت قدامهم كلهم حيتوضوا. وبالتالي ما أفقد العملية التربوية في بلدنا بريغة، وجعل التخلف مش لأنه الطالب عندنا أسكى من زمان، لأنه الوسائل المتاحة بالنسبة له في الميديا أفضل، تخلفه لأنه يا أخواننا الجوانب العملية دي اختفت. يعني زمان في معمل الفنون، في معمل الكيمياء، في معمل الفيزياء وكذا، هي بتنمي هذه المواهب. الآن هو ما لاقي لها مجال. نحن حقيقة نشكر أخواننا في يعني هذا المجلس، مجلس التعليم التقني وتقنية المعلومات، وزارات المعنية، التعليم العام، علوم التكنولوجيا، شركة سوداتيل، هيئة رعاية الإبداع العلمي. وأكثر ما عجبني هو التعبير اللي ذكره الأخ مدير المشروع، إنه الكلام ده هو شراكة بين القطاع الخاص والقطاع الطوعي والقطاع الحكومي، وده اللي يمكن يدي المشروع ده بعده في إنه يمشي لقدام.